انا تبليت بسخاري اللي كانت كتدخل من السبت، ماشي مع السخاري هادي عاد بانت كمية. تقول كنا جالسين فواحد الحومه في عين خباز من تحت، كمينا بحال ما كاين والو، حسينا بواحد النشاط وبواحد الحلويه، واحد بحال مش غنقول بحال الصباح د العيد، حسينا بواحد انسان كان معصب منيرفي واحد الدرجه. قال لك يا خور اجي تكمي معانا انا، ما تبقاش منيرفي هيداك. مع الانسان كان كيتسقط لا شي دروقه يا اخرى، جبر هذيك قدامه. انا بالنسبه لي انا جبرت هذيك، قلت راه نشوف شنو هذا، واخا يكون السم غنعملو. كميته كنشوف راسي تهدنت، ما بقى والو، ما بقى ديك الدم خسر فيا، ما والو. ايه كميت عليها كارو، زاد ديك الفلاش. ديك الليله هذيك نعست واحد النعسه طويله، ما نقول لك شي مثلا هدايا، نعست مع الفجر نوض العشيه غدا. الكحله باللغه ديالنا حنايا هدايا عرفتي يا خويا، كاين اللي كيكمي كحال، كاين اللي كيكمي بياض. حنا كنطلعو كنشريو ديسين بمية ريال، ما كيعمل والو. خصك تكمي ديسين في الصباح، ديسين مع نص النهار، وديسين بالليل. هن هادي ما كميتي كيتسمى دقة ناقص غير شي كماية منو، دبات مريض يعني 300 ريال انا 400 ريال. يلاه تشبر موني يموت، عوض راسك هيدايا. هادي غير في مادة الهيروين كنبيعو نشري في بالي. كتشري الحاجة هيدايا، كتشري سكارة مرة رمانة مغمطة كيما كيقولوا باللغة ديالهم، تعاود لها البيع. او تشري حويجات يا خور طلعوا لهم في راسهم كيخملوا الرحيل. كاين اللي كيقول لك عندي شي كراوج في الدار، كتمشي تشريهم منه ب 100 درهم ولا ب 15 ولا ب 7000، وما عندكش راس المال، كتسلفوا غير عند الدراري اللي كيعرفوها، كتبيع وتشري وتخلص وتمشي وتخرج منه من الهيوار ديالك. هذه تزيد فيها 1000 فرانك، وهذه تدي فيها 2000، وهذه وهذه، وكيجيب الله الناصب. والدي اصحاب لهم كان تاجر فيها في الاول، كنا كان الدراري في الحومه كانوا كيبيعوا ويشريوا، وحنا كنا باقيين صغارين ما كنعرفوش. شي خالطنا مشيت للحبس عليها، على هادشي هذا مشيت للحبس يا خور. جاو جمعونا هيداك مع بعض، عطيتنا مقولسة واحدة، انت وانت وانت، عطاونا 8 شهور شي، عطاوه عام شي. دخلت للحبس، خرجت من ادي. انا قلت لك تما كنا كنضيعوا بها غير الوقت. عاود انا كنت كيتسمى ديزا كميتها في الزنقه، دخلت الحبس جبرتها كتباع في الحبس. خرجنا من الحبس، قلت مادي هنايا اش غنعدل. انا كنت كنخدم مع الوالدين ديالي كيخدموا في البني، درت معاهم واحد المده 11 عام. فوقاش غيعيقوا بيا بان تنديك العامين الاخريه، بان هاد العائل هذا بزاف هاد الفلوس اللي كنعطيوه كاملين ما كيبان عليه والو، ما كيشري حوايج نطهرو، ما كيصرف على راسو، وكل شارب معانا في الدار، وكيشبر 600 درهم في السيمانه، وبدينا كنسوقو به الخبر. هو كيسلف مع عند الدراري اللي معاه دايرين بيت، بدينا كنهزو الدوزان نبيعوه، ما كيكفيوش الفلوس. دابا 600 درهم بالنسبه لاخر خدام، 100 درهم في النهار، 100 درهم في النهار ما تعمل لك والو مع هاد البليه. خرجت من الشغل، كيتسمى الوالدين ديالي قالوا هذا مشيت تينا مدمن مخدرات محشي في وسطنا هنا، الناس كتعطينا الملايين كنخدموا هنا نتاع الناس كدا، ما يبقى يثق فينا حتى واحد. شي يقولوا مخدمين معاه جانكي، شكون غيخدم معاه الجانكي؟ حقر واحد عرفتي شنو جانكي؟ انا كنقول زعما يتنعت الانسان اي تنعيته الا جانكي، ما يتنعتش جانكي. انا واحد النهار الوالد ديالي قال لي بوست وجهي، قال لي لا ولدي انا ما نكسبش معايا جانكي، انا ما جانكي ما عرفتش نعيش قدامه، لا هنا لا في الدار لا في كدا لا في كدا. رفدت راسي، تاخرت لي ساكن في براكه في عين خباز، عدلت واحد براكه مورا ديك الخرب دبينيت اللي خواو ديك المعمل دبينيت وكدا، تاخرت لي ساكن تما. والديا كيتسمى جوج ديار عندنا في هاد الحومه هادي، فابريكا تسجلنا مع ديور الحجار، وعندنا الغرسه ديالنا الحمد لله في الزينات، ولكن حيت اديتي ها مابقى كيحملك حتى واحد، ها مابقى كيشوف فيك حتى واحد. انا واحد النهار سمعت خاي كيقول والدي يا ما هذا خصكم تعطي واحد الطبسيل بوحدو، كاس بوحدو، معلق ديالو بوحدو. خرجت على راسي بيدي اختي، فهمتي؟ خرجت على راسي بيدي. الناس اللي كانت جايزه هنايا ولاد باريو ولا سي طالحه كانوا كيتلاقاونا، بعد راسك الطريق اللي ماشي فيها تو حنايا تو تو تو، ولكن ديك الشيء ما كيدخل من هنا ما كيخرج من هنا، حتى شفنا بعيننا ودقنا وشفنا، خسرنا عائلتنا، خسرنا رزقنا وصحتنا. نوريك شي تصاور ديالي كتشوفهم الدراري والله كيتاسفوا لي، كيقول لي هذا انتينا كنتي هيدا، والله الا كيتاسفوا لي. تقدر تسرق، اما بالنسبه للضراب هاد المدمنين ديال الكحال سميها شي بليه، كنسميها السحر، حاس قلت السحر. دابا كنشري ميتادون مع عند الدراري، ويا الدوله عاطيها باطل، مره كيدبروا عليا الدراري هدايا مع عندهم ديك قطيره، اذا كيعطيك 20 دنقيطات ولا اذا كنشربهم كنبقى مزيان. اللي نقدر نقول له وإياك
تعصبتي تنرفيتي. انا شوف، انا الشباب اللي كانوا تابعين طريقة الجامع وطريقة الصلاة والعبادة وصلوا لحقوا ديك الشيء اللي كان في عقلهم، لحقوه ولحقوا شي حاجة زايدة. الناس اللي كانت تابعة استقامة تابعين كلام والديهم، الناس وصلت. اما اللي كان كيعمل رايد راسو، اما اللي كان تابع الخوا الخاوي، راه في الزيرو وتحت الصفر. يا سيدنا عدل هاد الشيء هذا، من الشباب من الكبير ومن الصغير اللي مادي بهاد الشيء هذا، مادي ماشي ود فلان ود فلانه. البارح تادوا عطاوهم الاولويه، والله ما مشدلين ما والو، نحلف بالعشر انا كنعرف شي عناصر والله ما تجي تشجل غير شي عائلتهم تدخلوا لهم هاهم كيشربوا هذا الدواء هذا. وحنايا ماشي ماجين، مره تقول لي اسمك ما جبرتوش في هذه اللائحه، مره تقول لي الحاله ديالك ما كايناش بعد ما عمر، وكاين حالات هايده هايده تبرتهم غير بالصدفه. هم كيبيعوا يشريوا فينا، حنايا ما عندناش اللي سقسي فينا، ما عندناش اللي بحات علينا، ما عندناش سميات غلاطين اللي عايد دخلوا لنا. حنا هاتي اللي بغيت نقول، هاتي اللي بغيت نوصل يانا يعني.